أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين حققت نهضة شاملة في مجال التنمية الإسكانية من خلال مشاريعها الجديدة والمبتكرة، وذلك بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك المفدى. نعم، الحمر أكد أن المسيرة الإسكانية حافلة بالإنجازات والتطوير منذ بدايتها، ونحن اليوم فخورون بالإشادات الدولية خصوصا التي تصدر عن البرلمان الأوروبي تقديرا لهذا الإنجاز المتنامي. جاء ذلك لدى استقباله وفدا من مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي، وخلال الجولة التي قام بها الوفد بمشروع مدينة شرق الحد، استعرض وزير الإسكان الإنجازات الحضارية والتنموية التي تشهدها مملكة البحرين والتي تعد ثمرة الدعم والاهتمام من قبل القيادة، حيث اطلع الوفد على الاستراتيجية التي تسير عليها وزارة الإسكان وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية. من جانبه أكد السيد توماس زادرجوفسكي رئيس مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي على حجم الإنجاز الذي تشهده النهضة الإسكانية بمملكة البحرين من خلال مشاريع تطوير وبناء المدن الجديدة والتي تخدم الآلاف من المواطنين، معربا عن رغبته في نقل تجربة مملكة البحرين الإسكانية بتفاصيلها للدول الأوروبية وخصوصا في شأن حل المشكلة الإسكانية، متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والإنجاز. اليوم طبعا أثناء تفقدنا لسير العمل ونسب الإنجاز في مدينة شرق الحد، زارون ممثلين عن البرلمان الأوروبي، وفي الحقيقة سعدنا على ملاحظاتهم وآرائهم بالنسبة لمستوى المشاريع الإسكانية وخصوصا التركيز على جودة الحياة اللي نقدمها من خلال مشاريعنا. شرفت اليوم بزيارة مشروع شرق الحد مع وفد من البرلمان الأوروبي وهو لجنة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي، حيث من ضمن البرامج الكثيرة اللي تم ترتيب لها للوفد زيارة مشروع شرق الحد الإسكاني، وأنا أعتقد مشروع كبير ومشروع جدا يعني ممتاز، ونفس ما سمعته من الاخوان في اعضاء اللجنه الاوروبيين كانوا جدا منبهرين من المشروع ككل. Really it's impressive. I am really very very shocked. انني فخور جدا بما رايته اليوم على ارض الواقع، كيف ان مملكه البحرين تولي اهتماما كبيرا بتوفير السكن لمواطنيها، وأيضا تهتم بتوفير البنية التحتية والمرافق الجميلة. أتمنى أن تطبق هذه الفكرة في الدول الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بحل مشكلة السكن للعائلات.